إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وأيضا التأكد من البلف أو فلتر الفيفتي. طبعا يجي واحد هنا يجي واحد خلف. راح أوريك إياه بعد ما أفك الغطاء. طبعا فلتر الصمامات الفيفتي عندي واحد هنا والثاني هذا هنا واحد. طبعا بنشيك على الفلاتر الفيفتي. للأمانة هذا مستعصي. هاي فك معنا فك معي هذا شرس في الوضع هذا طبعا بنبي على نشوف هذا إذا كان نظيف خلاص الثاني ما راح نفكه. طبعا في وصخ خفيفة يعني لابد نضطر نفك كل هذا. لاحظوا فيه شوية خفيف ومبين الزيت مرة أسود محروق. لكن الأمان هذا المسمار مستعصي. طبعا لاحظ من جوه شوفه مقفل. فأنا برضو بروح لوكالة واخذ فلتر ترمبة البنزين فلتر هواء بتأكد إذا كان سعرها رخيص أخذناه. وبرضو نفس الوقت على بال ما أروح أبغى أحط فيه إيه سيدلكو يتبلل عشان يشيل الترسبات لعله واسق يعني إما يتنظف أو نغيره إذا كان رخيص. طبعا الثاني فك معنا بالعافية. هذا ممكن أرحم نوعا ما. طبعا هذا يتحكم برضو في له نظام الفيفتي. بعد السيارة تلاقيها تطلع صوت طقطقة السيارة شغالة تلاقي الزيت ما يوصل للكامات لأن الزيت ما يطلع فوق إلا عن طريق النظام الفيفتي. الفيفتي هذا له فلتر هذه غالبا موجودة في الستة سلندر سواء الشاص أو الربع أو الأريون أو الأفلون وال البنزين الـ A350 الـ AS. عندي صمامات هذه الآن بروح على دخول التنظيف وأخذنا الفلاتر جديدة سعرها 39 ريال الطقم كامل. لاحظوا بلف زيت الماكينة حق صمامات الـ VVT العدد 2 سعرها 39 ريال يا رخيص. وعندي هنا فلتر تربة البنزين وفلتر ترمبة الهواء فلتر ترمبة البنزين وفلتر قربة الهواء تم غسيل المسائل البلف حق الـ VVT. راح نركب الصمامات أو الفلاتر الجديدة. هذا الآن الفلتر الجديد ولا أحد ينسى يركب الغلاف أو الحماية حقه هذا ما نحتاجه. هذا الآن جاهز للتركيب. تم التركيب هذا الآن تركيب الجهة الثانية اللي ورا. سبحان الله نظفته بشكل كامل وحطيته في السيدلكو وبللته ورحت احط القطعه جديده وجيت وازخها بليل الهواء ما شاء الله تبارك الله راحت الترسبات كلها في جديده. لكن ما هو مشكله اخذنا الان جديد الله يبارك له. هذا الان يلقها احتياط عنده يستخدمها لاي طارئ طيبه. الآن الفلتر هذا يعني بإمكانه ما يقدر يستبدله أو بالتنظيف اللي يسيدلكو يرجعه زي ما كان. بس مدام إنه سعر رخيص أخذنا جديد يعني هذا يتنظف أو يتغير. طبعا الحين عندي تنظيف الدبت الشكمان لأنه ما أقدر أسويها عن طريق حساس الشكمان لا من الخلف ولا من الأمام. فراح أسويها عن طريق الثلاجة. راح أفك الهوز ووصل الهوز هذا الطويل عشان يمديني انا اشغل السياره وادعس بنزين واحط المنتج هذا عن طريق الهوز اللي يسحب للثلاجه. طبعا على شكل متقطع والثلاجه راح تسحبها على طبعا ما انا مقتنع بالحركه هذه لكنه اجراء دائم غالبا الناس يسووه
سواء عن طريق الثلاجة أو عن طريق اللي هو البوابة. سوينا عن طريق الهوز. أنا عندي هنا أشغل وأتحكم فيه بالهوز حتى يخلص المنتج، وأدعس بنزين يكون الضغط الهواء على 1-1.5 أو 2 حتى يخلص، فما أقدر أصور وفي نفس الوقت المنتج في يدي. ممكن أحاول أخليه هنا إذا قدرت. طبعا لاحظوا هنا وراح أتحكم في الهوز. لاحظوا كده المنتج خلص. طبعا تفتف لانه الهوزات مفصولة حقت الثلاجة. طبعا ما شاء الله خلصنا الان من جميع الصيانات. السيارة ما شاء الله تبارك الله احلى ما يكون. ما شاء الله تبارك الله.